الخير عليكم يا ويلة، إن شاء الله نهاركم طيب ويومكم مبروك يا رب، إن شاء الله ديما وأنتم متهنين وفرحانين. خلونا نعلم، نبي نقول لكم معلومة استنتجتها هني بعد 10 سنين من متابعة الدلتحة طبعا والمرداح اللي باللي صاير. أخوتك الليبيين لما يتلاقوا في مكان واسع تهرب عليهم الخريطة وتركب لهم الأعصاب وما يختموش كان بعلك، سواء كان المكان هذا اجتماع أو مؤتمر أو حوار أو نقاش. ولما يكون اللقاء مربوعة ضيقة 4 متر في 3 متر ويطلعوا صافيين راضيين متفاهمين. الحاجة الثانية، كان قاعد على كراسي بيتعاركوا، وكان مقعمزين على وطاء راهو بيتفاهم. والحاجة الثالثة، كانت غدوا لازانيا ولا فيلي بيتعاركوا، وكانت غدوا قعاد كسكسي 4 في 4 الله وبزين راهم بيتفاهم. كلام هذا رسمي راه، وحقاني مش تخطريف متاع شيباني متقاعد. القيادات الليبية لما يتلاقوا في قاعة كبيرة ويتلخبطوا وتصير المحوصة، أول ما يبدو عاد في الاجتماع اللي هذا يبي يعيط ويسمعوا، والعياط الجماعة التانيين يفهموه غلط ويحسبوه يشتم حتى فيهم، وخلال دقيقة واحدة بس التكبلات وينفض ذاك الاجتماع. لكن يتلاقوا في مربوعة ولا دوار الكتف محادي الكتف ويوشوشوا لبعضهم، شن حالك يا حواج وشن اخبارك وياك طيب، والابتسامات على وجوههم ويطلعوا صافين راضيين. انت حتى كان بيتعاركوا ويتهابشوا ما فيها اشعاد كيف ان كان ضيق والناس مكتس على بعض. والحاجة الثانية، قلنا نقعمزوهم ارضي على النادي على الارض، هيك يحس بالتواضع والمساواة والطمأنينة وكأنه مقعمز في جامع. لكن على الكرسي تضرب هذيك النفسية ورفع خشامة وخشمة هيك. وطبعا الكرسي أول سلاح يستخدمه كان صارت العركة، يقيم ويفشخ على أي راس اللي بجنبه طق طق، ونكون خسرنا عاد احنا خسرنا الكرسي وخسرنا حتى المسؤول. لكن قاعدين على الله كان على فراشات، حتى صارت عركة واستخدم فراش ولا مخدة ما فيش خطورة، كنا مصاروا يلا. والنقطة الأخيرة والثالثة الأخيرة، بكر يكون غداهم بازين ولا كسكسي ولا مترودة. الأكل الليبي فيه سر المحبة والوطنية والانتماء، ولما الواحد يضرب هذيك اللحمة وزنها نص كيلو راسه يدوخ وعيونه يتسكروا ويقولوا له موافقوا، يقولهم موافق ديروا ديروا اللي تبوه تواسع حمرة ولا خضر. وكان غير ديروني وزير المصالحة، نأكد لكم نقدر نلمها من شرقها الغربة، التحنية كمشة وما نجيوش زنقة في الصين ولا في الهند، والخير واجد. ويجي يوم وتتصفى القلوب ونتصالحوا وحتحات على ما فات، وربي يحفظك يا ليبي. طيب مع السلامة.